الدور هنا يلقى هو الدراري هنا يلقى هذاك السيد مشى السونس العشيه شافوا لها لاكارت ناسيونال ديالها، مشى هاد السيد بالموطور ديالو كيقلب على هذيك لادريس لقاها 5 شارع لندن في دومارس، مشى لقاها واحد فيلا مهجوره. انا ما نجيش كنسولها فين كتسكن ولا هادي، قالت لك حدا مره كتقول حدا مقاطعه اللي حدا القيصريه، مره حدا الكوميساريه اللي حدا القيصريه. ناج حنا عندنا والدينا حنا غنقدروا نكبروا، ما درناها بحال وحده من العائله، جبنا لها ما تاكل ما باغاش تاكل مسكينه. سولنا امتى خرجات، قالت لك خرجات البارح. والعلم لله، راه السيده هي نتمنوا من عند الناس من عند المشاهدين اللي شي يعرفوها ولا شي حاجه، هاي تساحنا راه ما غنبقاوش معاها الليل كامل، رجعنا غدا خدامين وداك الشيء. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى في هذا اللايف ديال شوف تي في ان السيده تبان، ويبان شي واحد كيعرفها راه كاينه في الشعبي اونفاس مع دار الامان حدا اعداديه شبنو اشير. ورات السيده دارها من الصباح هو اللي كيدور عليها، راه سميتو رفيق، عندها بطاقه التعريف الوطنيه. شفتوا لادريس، حاولت شلنا لادريس، مشينا لادريس، هي عباره عن فيلا قديمه شبه مهجوره، مساكن فيها حتى واحد. سولت العساس وريته لاكارت ناسيونال التصويره ديالها، قال لي هاد السيده عمرني شتها هنايا، وهي كتقول لك ان اختها كاينه في فرنسا، هي مولات هذيك الفيلا. قالت لك هي الاصل ديالها بنت كاريان باشكو، ولكن كاريان باشكو حولوهم الرحمه، وهي راه قالت لك ما سكنوش في الرحمه، سكنوا في شي اقامه حدا القيصريه، كتقول الكوميساريه ديال القيصريه ولا المقاطعه ديال القيصريه. هذه هي الهضره اللي كتقول كل مره، كتقول بحال فيها مرض الزهايمر ولا شي حاجه، كل مره كتقول هضره في شكل، ما كتثبتش على نفس الهضره، ما عرفنا حتى شي معلومه والو. يلقاوها في الشعبي اونفاس مع اعداديه بنو اشير في منطقه الحي المحمدي، منطقه الحي المحمدي. ولكن راه تقدر، وحنا ما نقدروش نتحملوا مسؤوليتها، لحقاش المراه تقدر تمشي في حالتها في اي لحظه. هاد السيده ما غاديش، هي قالت لك خارجه البارح وباتت عر عاد فوق شي كرسي بحال هكا حتى للصباح.